الله وبركاته. الدرس الثالث في الحلم كان في مدينة أنطاكيا في عام 2016، وكنا ننظم ورشة عمل نقل خبرات مع المؤسسات السورية عن طريق اتحاد مؤسسات المجتمع المدني السوري. وفي وسط الجلسة كانت هناك فتاة صغيرة تتحدث عن سوريا، طبعا عن معاناة تفرضها أو تتعرض لها النازحين في الداخل وتفرضها عليهم الجماعات المسلحة المسمى بالإسلامية. فقام بعض الرجال وتحدث صارخا مولولا متوعدا مما أرعب الفتاة، وقام بعده آخر وثالث ورابع، وكأنهم يريدون أن يوصلوا صوتهم بالقوة أن هذا ألاك ليست جماعات مسلحة ولكنهم كذا وكذا 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 وكذا. فما كان منا إلا أننا هدأنا الموقف قائلين هذا لا يحدث هنا فقط، بل يحدث في كافة أماكن الصراعات المسلحة، فحذرا وحذاري أننا نحاول أن لا نتعامل مع هذه الأمور بجدية وبصراحة وبموضوعية. وبدأنا نعرض أمثلة كثيرة مدافعين فيها عن الفتاة بطريقة دبلوماسية، نصحين هؤلاء الرجال قائلين هذا رأينا ومن حقكم الأخذ به أو إلقاؤه في صناديق القمم، وما نحن إلا عابر سبيل لكم وناصحين لكم وبلغنكم ما يحدث العالم الخارجي، فنحن ننقل إليكم كيف يراكم العالم الخارجي. وانتهى الأمر بعد أن هدأنا روع مثل هذه الجماعة التي كانت تصرخ وتولول. وفي أنطاكيا مرة أخرى عام 2018 ورشة عمل أخرى مع الجمعيات السورية في نفس الموضوع نقل الخبرات، وكانت لي كلمة، وكلمتي كانت عن التعايش بين أبناء الشعب السوري الذين تركوا سوريا وأصبحوا يعيشون في بلاد المهجر في تركيا ولبنان والأردن إلى آخره، وأبناء الشعب السوري النازحين في الداخل السوري، وأبناء الشعب السوري الذين يعيشون في المدن ولم ينزحون ولم يهاجرون. ومجرد أن قلت كلمة تعايش إلا وقامت لي امرأة محجبة قائلة لقد أتيت لنا بأجندة مغلفة، أنت منذ يوم أمس تتحدث عن التعايش وتهمز وتلمز في حديثك عن كيفية أو على كيفية التعايش مع النظام السوري الحكومة السورية. فقلت لها من الذي يتحدث عن الحكومة والنظام السوري؟ أنا أتحدث عنكم كشعب تحول إلى كتل بشرية لا ثقافات وقيم وعادات مختلفة صنعتها ظروف الحرب النزوح والهجرة. في هذه الأثناء قام الخطباء كل منهم يلوح بالقصائد والخطب والأشعار لكسب التأييد، فسمحت للجميع بالحديث دون أن أمنع أحدهم، فنحن نصنع الشهداء من هؤلاء. وحينما انتهى الجمع شرحت وجهة نظري مرة أخرى قائلا ما قلته من قبل منذ سنتين، إن لم تصبحوا شعبا واحدا كما كنتم من قبل، أنتم لم تصبحوا شعبا واحدا كما كنتم من قبل، لقد أصبحتم كتلا وتجمعات بشرية لا ثقافات وقيم وعادات وتقاليد وحتى عقائد مختلفة، فعليكم وعلينا أن نصنع صناعة وفلسفة جديدة للتعايش داخل سوريا مع بعضنا البعض. أراد في هذه المحادثات أو النقاشات أو المهاترات البعض أن يثبتوا للبعض الآخر أنهم شهداء، ولكننا لا نصنع الشهداء، لكننا نصنع رجال ونساء يستطيعون أن يروا الحقيقة الدامغة ويدافعون عنها من أجل وحدة الشعب السوري سواء كان في الخارج أو في الداخل. الحلم سيد الأخلاق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.